دي عاد لا عاد كملت صور ديال واحد المسلسل كندي امريكي سميتو ميراج، صوروا في دبي، صوروا في ابو ظبي، في كازابلانكا، وفين فين صورتي؟ I filmed all over the world. I got to meet a lot of great people. I filmed in Abu Dhabi, Casablanca, and Merzouga in the desert. And it should be coming out early 2020, so go check it out when it comes out. Mirage. It's called Mirage. أنا كنظن دابا مع هاد الميديا بزاف ديال كومون دير انستغرام وفيسبوك وهادشي السوشيال ميديا كتزيد تكبر في هاد المسائل هادي، وانا شويه مش ما عرفتش كيفاش نقولها، ماشي حشوميه، مي جو سوي تري بريفي، ما في بريفي، وهادشي كامل ما كيعجبنيش نظهر بزاف من غير الاعمال ديالي اللي انا مفتخره بهم. سي تو.